ذكرنا أن الميراث ينقسم إما أن يكون بالفرض وهو ما كان مقدرا، وإما أن يكون بالتعصيب والتعصيب يكون بلا تقدير. فأما العصبة فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما عصبة بالنفس أو بالغير أو مع الغير. فأما العصبة بالنفس فهم أقارب الميت من جهة أبيه، أو نقول الوارثون الذكور ما عدا الزوج والأخ لأم، جميع الورثة الذكور يأخذون الباقي إذا بقي لهم شيء. أيضا المعتقة كذلك تعتبر عصبة بنفسها، وإذا امرأة اعتقت عبدا ولم يوجد قرابة للعبد فإنها تأخذ ما بقي من المال. أيضا عصبة بالغير، وهي البنت مع أخوها اللي هو الابن، أو الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، أو الأخت لأب مع الأخ لأب، أيضا بنت الابن وإن نزلت مع ابن الابن، ولها أحكام نؤجلها في وقت لاحق. هي بنت الابن. هناك أيضا عصبة مع الغير، يعني يكون معي فرع أنثى بنت أو بنت ابن معها أخت، سواء كانت شقيقة أو لأب، فإن هذه الأخت تنزل منزلة أخاها وتأخذ الباقي. ولو معي بنت ومعي أخت شقيقة فإن البنت تأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ الباقي. لماذا؟ لأنها نزلت منزلة أخاها. أيضا عندنا شيئا من أحكام العصبة. العصبة هناك جهة عصبة، هناك درجة العصبة، وهناك الجهة وهي بالترتيب: بنو الميت جهد البنوة، أو أبوته أو أخوته أو عمومته أو الولاء وهو المعتق. فهذه الجهة بالترتيب. فمن الأقرب، ابني أم أبي؟ يقول الابن أقرب. وكذلك أقرب الابن أم الأخ؟ يقول الأخ أقرب. وهكذا الأخ أقرب من العم. أيضا عندي درجة، عندي ابن وعندي ابن ابن، كلهم جهتهم بنوة، لكن من الأقرب درجة؟ الابن هو الأقرب درجة. أيضا عندي أخ شقيق وابن أخ شقيق، وكلهم جهتهم أخوة، انظر إلى الدرجة، فالأخ الشقيق هو الوارث. أيضا عندي القوة، يكون مدلي بقرابتين، قرابة الأبوة والأمومة، مثل الأخ الشقيق وأخ الأب، كلهم هنا أخوة، لكن الأخ الشقيق أدلى بقرابتين، هو أخوه من أبيه وأمه، أما الأخ الأب فإنه أخ لأب فقط، فهنا يأخذ الأخ الشقيق الأب. كذلك عم شقيق وعم لأب، فإن العم الشقيق هو الوالد. طيب، إذا اجتمع عاصبان فأكثر، أكثر من عاصب، ننظر مباشرة إلى الجهة فنقدمها. مثلا عندي أب وعندي عم، من الأقرب جهة؟ نقول الأقرب جهة اللي هي جهة الأبوة أقرب من جهة العم، فنعقدها. فإذا اتحدت هذه الجهة، جهة الأبوة أو جهة البنوة، ننظر إلى الدرجة، وإذا اتحدت الدرجة ننظر إلى القوة. نأخذ أمثلة، عندي عم وابن، فمن الأقرب هنا في جهة العصبة؟ نقول جهة البنوة أقرب من جهة العمومة، فالابن يأخذ الباقي والعم يسقط. لماذا أستطرح؟ لأن جهة البنوة أقرب من جهة العمومة. أيضا عندي أخ لأب وعندي عم، ننظر في الجهة، وش الأقرب جهة، الأخوة أم العمومة؟ نقول الأخوة أقرب. أيضا عندي ابن وابن ابن، كلهم جهتهم واحدة، كلهم جهة بنوة، لكن ننظر الأمر الثاني إلى الدرجة، فنقول الابن هو الوارث أيضا، والابن الابن محجوب. أيضا عندي أخ لأب وابن أخ شقيق، فهنا الأخ لأب وهنا ابن الأخ شقيق،
فنقول نعطي الأخ لأب لأنه أقرب درجة، فالدرجة مقدمة على القوة، مع أن هذا أقوى، ابن أخ شقيق أقوى، نقول لا، الدرجة تقدم على القوة. أيضا نأخذ مثال ابن عم وأخ شقيق، نقول جهة الأخوة أقوى أقرب من جهة العبوة. أيضا هناك أحكام وهي من انفرد من هؤلاء العصبة فإنه يأخذ جميع المال، ويأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض إذا بقي لهم شيء. طيب إذا لم يبقى لهم شيء فإنهم يسقطون من الميراث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.